اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من موعدنا شباب. زي كل يوم ميعادنا بيكون من الساعه 6:30 للساعه 8 بتوقيت السعوديه. بتقدروا تسمعونا وتشوفونا، لو هتشوفونا يبقى اكيد على التلفزيون قناه الان، وممكن كمان تشوفونا لايف على اليوتيوب. كمان ممكن تتابعونا على كل مواقع السوشيال ميديا، الفيسبوك وانستغرام وتويتر على الان تي في، وتسمعونا عن طريق الراديو الان اف ام. احنا النهارده حلقتنا هتكون حلوة ومليانة بالفقرات السريعة، بس عندنا سؤال لكل مرة بنبتدي بيه، والسؤال بنقعد ندردش مع بعض كده بطريقة من وجهة نظرنا كشباب، وبعد كده بنستنى تفاعلكم عن طريق الأرقام اللي بتظهر على الشاشة. سؤال النهاردة بيقول ايه الحاجة اللي الفلوس ما بتشتريهاش؟ سريعا كده. صحة، الأهل، سعادة. الله عليكم، انا سعيد بيهم، سعيد بيهم، مش محضرين على فكرة، ده هي طلعت دايركت كده منهم. السعادة والصحة والأهل والحب. والحب لا، مرات يشتري ال استني بقى عشان بس هذا مو حب. I know، بس هذا مو حب. يعني هذا حب يعني الواحد أكيد ممكن أكيد. بس انه مرات في ناس انه باسم الحب انه يشتروه، بس انه بس هو اكيد مو حب. هو مو حب اكيد، بيشتروه باسم الحب بس. اصلا دائما يقولون الواحد يعتبر نفسه غني من يكون عنده شيء لا يشترى بالمال، حتة اثار مثلا. لا انا مصر انه الفلوس عنوان للسعاده. لا خالص، انا بحب دايما ابقى يعني نوضح وجهه نظر رايين في الموضوع. لكن الفكره كلها، برافو عليكي، شفتي بقى. طب هي مش احنا كلنا، ما انا برجع تاني للقصه بتاعت انه الواحد بيشتغل وينتج ويحقق نجاحات عشان يقدر يوفر مال يشتري بيه بقى الحاجات اللي هي في احتياجاته. بس انت ما تقدر تعيش مرتاح. ايه انت ايش رايك؟ أنا؟ على السؤال. الفلوس ما تشتريش أي حاجة. مش على الفلوس. على سؤال النهاردة. السؤال النهاردة، أيوة. إيه الحاجة اللي ما بتشتريهاش؟ الفلوس. أنا مش عايز أقول الإجابات الدبلوماسية والكليشيه، يعني أنت قلت يعني دي إجابات كلنا عارفينها، بس أنا عايز أفكر في الموضوع من زاوية تانية، من حتة تانية. إيه اللي فعلا الفلوس مش بتشتريه؟ هسيبه للمشاهدين. لا اخلاق ولا سعاده ولا حب ولا لا الجواب غير هاي الكلمه. ايوه انا بقول لك انا عايز اخرج بره الموضوع من زاويه تانية، يعني نكون بنطرحه انا عارف ان الحاجات دي كلها الفلوس ما بتشتريهاش، واعتقد مشاهدينا كمان، وانا عارف كل واحد فيكم فضل اكتر حاجه ليه، يعني انتوا اللي بيحس انه اهله اهم حاجه عنده، اللي بيحس ان اخلاقه اهم حاجه عنده، اللي بيحس ان ايه تاني قلتوا السعاده اهم حاجه الواحد يحس بيها. بس انا بتكلم على فكره ايه تاني غير كده الفلوس مش بتعرف تجيبهولك مهما كان. يعني الاخلاق ما ممكن، مش قادر اقول ان واحد هيشتري حد يربيه. لكن اقصد يعني ممكن يتعلم يطور من نفسه يبتدي يساعد نفسه على اي بس هاي الاشياء كلها المعنويه هي اللي تخطر على بال الواحد من نقول له شيء تشتري بالفلوس، لانه باقي الاشياء كلها ملموسه او ماديه فتقدر تجيبها. خلينا ندردش اكتر معاكم، وانتم مستمعينا قولوا لنا، تفاعلوا معانا عن طريق ارقام التليفونات اللي بتظهر على الشاشه. بس اول مواضيعنا اللي عايزين نتكلم فيها النهارده، دايما بنتكلم عن القهوه، ومها طبعا تخصص قهوه، فالقهوه عند بها بص محدش هرج اهم حاجه. فقلت النهارده لما لقيت موضوع عن الشاي قلت اتكلم معاكم عن الشاي. خفت لانك المره اللي فاتت هددتك انا. ليه؟ قلت لك ما تكلم عن قهوة، هذا الخط حقي لو سمحت. فقلت اختار حاجة تانية. هي بتخوف قوي. لقيت بقى ان الشاي لازم نعرف هو منين اصلا، كلمة شاي حد عارف اصلها؟ حد عارف الموضوع جاي منين؟ شاي اصلها صيني. برافو. لا والله. الشاي هو فعلا من اول الصين، زي ما انت قلتي هي اللي يعني منبع بدايه حاجه اسمها شاي، او ابتدى من عندها الشاي. مشروب بيصنع من الاوراق ونباتاته دايما خضراء، بينسب الى فصيله الكاميليا، وموطنه الاصلي شرقي اسيا. بينمو في موطنه بشكل غريب شويه، بيبقى طويل 9 امتار، وفي المزارع بيبقى شكله حلو جدا، يعني لو انت معديه من فوق مزرعه او ارض بيتم عليها زراعة الشاي بيبقى شكلها حلو، طولها من 90 ل 150 سنتيمتر. وبشكل كبير الشاي بعد ما الصينيين اكتشفوه انتقل الى الهولنديين، بقى الهولنديين كمان بيستخدموه، بعد كده منه بقى الى العالم كله. بس انا كنت فاكر ان الشاي ده حاجه عربيه. انا كمان نفس الشيء، مثل احنا عندنا مشروب المتة اذا انتم بتعرفوا، كنا انا كنت مفكرته حتى سوري تحديدا يعني شامي، بس طلعت من الارجنتين، يعني من ميسي بيقعد بيشرب قبل ما يروح على المباريات طبعا. وليه فوائد ومشروب كويس؟ عادة الناس اللي ما بتشرب مي بتحب تشرب المتة، وهي بالنهاية أعشاب. بس
كترتها كمان غير مفيدة لأنه ممكن تسبب قلق. أنا عمتاً من عشاق الشاي بس بحس إنه طبعاً يعني من غير رمضان لازم الصبح أشرب شاي بحليب، دي حاجة عادة إنجليزية انتقلت أعتقد إلى المصريين في فترة الاحتلال الإنجليزي. الناس يحبون الشاي. فالشاي وعلى فكرة هو فعلاً ولا بي يعني القهوة فيها كافيين فبتفوقك. أنا ما أعرفش ليه الواحد أدمن الشاي بالحليب أو شاي باللبن، ومنه إلى إنه فعلاً لو ما شربتش الصبح أتعب. عادي لأنك تعودت خلاص، تعودت مخك يعني. ومن غير ما بحطش عليه سكر، ما بحطش عليه أي حاجة. مثل القهوه، مثل اللي بيشرب قهوه الصبح نفس الشيء. اي شيء انت تتعود نفسك عليه يصير ادمان خلاص، اذا ما شربته بقى انت من مدمنين الشاي الاخضر. ايه من عشاق والقهوه مدمنين حاجات. هو عامه الشاي ليه انواع كتير ومختلفه، طبعا كلنا عارفين في الشاي الاسود، الشاي الاحمر، الشاي الاخضر، في اي الوان تاني. انا بحب اللي هي الحاجات بقى بتبقى مضاف عليها فواكه معينه، شاي بتوت، شاي برقوق، شاي. اكو ناس بس يفضلون اعشاب النعنع بس يحطوها بالشاي. أيوة. العادي. بمناسبه النعنع اليوم راح اتكلم لكم عن النعنع. بالضبط. تعرفون ان النعناع ممكن يخفف الصداع، يعني اذا كان احد لا 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 الزيت حق النعناع، تحطين قطرتين زيت على يدك بس تخففينها باي نوع من انواع الزيوت شيء ثاني وتحطها على راسك فعلى مكان الصداع، بعد كذا راح تحس على طول بريلاكس كذا. بس غريب لانه من برا بتحط. بالضبط. بس ثواني ثاني معلش، يعني هذا حسب الدراسات طبعا. حلو. لا حلو، انا عايز اعرف الطريقه لان انا بيجي لي صداع كثير فعايز اعرف. زيت النعناع بس لازم تخففه مع اي نوع من انواع الزيوت الاخرى وتحطها كذا شوي تدلك في راسك. اوكي. بس النعناع شربه مع الشاي بيهدي المعده، بيبقى ليه فوائد كبيره. أكيد. واعتقد كمان ان انت لو حطيت في البيت نعناع بيمنع حشرات كتير وريحته حلوه جدا. لكن فكره ان الواحد يحاول الصداع لان الواحد بيكره ياخد ادويه، يعني العلاج الصداع بيبقى اكتر نفسك حاجه طبيعيه تحطي. كنت قريت مره انه مثلا تحطي ايدك على ميه ساقعه لو عندك صداع. ممكن. من الحاجات اللي ممكن بتضيع صداع. او ربط الراس، هذه الطريقه التقليديه دي طريقه. بس مش عارف انا مره جربتها حسيت انها بتزود الصداع. بتشد اكثر على راسك. احنا لسه مكملين معاكم، عندنا اخبار عن كاس العالم واخبار عن الكوره والرياضه والتكنولوجي، وعندنا كمان ابديتس على التطبيقات، وهنتكلم معاكم شويه عن الفضاء واكتشافات جديده. فمواضيعنا لسه مستمره. بفكركم بسؤال الحلقه النهارده، بنتكلم على حاجه، ايه هي الحاجه اللي الفلوس ما بتشتريهاش؟ عارفين كلنا الاجابات التقليديه بس حابين نفكر على الموضوع من زاويه ثانيه، وانا لسه بدور مع الشباب وبنتكلم معاكم. انتوا كمان تقدروا تكلمونا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه وتتواصلوا معانا وتتفاعلوا معانا. ده غير كده ممكن تشوفونا لايف على اليوتيوب، وكمان تقدروا تشوفونا او تسمعونا على راديو الان شغال على التردد بتاعه. في خبر اليوم انا صدمني. ايه هو؟ رونالدو. انت من قبل ما ندخل وانت بتتكلمي على الموضوع. هي من امبارح مصدومه، من امبارح مصدومه بالليل. بعتت على جروب شغل وانا مصدومه، يعني انه رونالدو نحن متعودين عليه انه هو بريال مدريد، ريال مدريد رونالدو. فالواحد صعب عليه يستوعب انه رونالدو بده يروح. بس شهره رونالدو ابتدت من ايام مانشستر. هو الاشاعات ده تقول انه مانشستر يريدون يرجعون رونالدو. هو انا ما ادري، قريت انه مو راضين يعطوا المبلغ اللي اتفقوا معاه عليه المدرب الجديد. الجديد. انا احساسي انه هو غيران لصلاح يجي ريال مدريد هياخد منه اللقطه. الله. يعني محدش عارف يعني هو ممكن يصير استبدال. انا خلي بقى يعني في ريال مدريد والنوادي الكبيره بتبقى دايما لما بتحس خلاص النجم بقى له فتره بيبقى عايزين يعملوا نشاط تجاري، فوجود صلاح في ريال مدريد مثلا على سبيل المثال ده معناه انه بيع تيشرتات كتيره جدا لصلاح بريال مدريد. رونالدو خلاص الناس اشترت تيشرتاته وتابعته وشافت اعلاناته وعارفه، يعني اقصد رونالدو خلاص مش خلاص، مش اقصد يعني خلاص بمعنى خلاص، بس يعني الجراف بتاعه في حاله النزول. لا ما زال في القمه اتوقع، يعني ما زال. اكيد انا ما بقولش ان هو ما زال في القمه، بس يعني هو في نزول سنه وحاكم. لان مثلا تاني مش عايز اقول صلاح دايما، لعيبه كتير ظهرت الفتره الاخيره سنها لسه 27 26 23 وعلى سلم النجوميه طالعين. رونالدو في ال 32 33 34 ده معناه انه خلاص يعني ايامه في الكوره مفروض انها بتخلص، مش هيفضل يلعب طول العمر، موسم كمان مثلا موسمين.
بس رونالدو كتير بيهتم بجسمه، كتير بيهتم بلياقته، كتير بيهتم جداً. بحتى اطلالته بشكل عام. قوانين كرة القدم يعني عند العمر، يعني حتى اذا هو مهتم او صحته زينة، بس هي للأربعين؟ لا لا لا، هي هي للأربعين؟ لا ملهاش 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 سن معاش يعني الكرة، يعني هي المعروف ان حراس المرمى هم اللي بيقعدوا بشكل اكبر أي. بيقدروا، ولكن اللعيبة هو كده كده يعني من 36 35 ده خلاص الصغير اسرع منه مهما كان مهتم بصحته ولياقته، يعني ما فيهاش، بيبقى صعب، وبيبقى هو اصلا وصل لمرحلة الشبع الكروي، مش قادر يدي كرة ثاني خلاص، يعني واحد بيلعب ولعب نهائيات وحصل على بطولات خلاص، انت يعني مثلا بنى اسمه بهذا العالم بالضبط خلاص، فوصل للنهاية. عندنا خبر على رونالدو ثاني هنبقى نحكي فيه بس بعد شوية، لأنه ما هجيبنا خبر عن رونالدو ثاني صح؟ مش رونالدو، مش رونالدو؟ لا. عن صلاح، عن صلاح. أيوة عن صلاح صح. شفتي حاسس أن رونالدو صلاح واحد خلاص. يعني المثل اللي يقول أن يخلق من شبه 40 أنا ما كنت أصدقه، بس الحين صدق صدق صدقته. في واحد شاب عراقي هذا هو، تخيلوا ان هذا شاب عراقي، هذا مو محمد صلاح، تخيلوا، متخيلين؟ مستحيل. هذا في بغداد شاب عراقي يقول حتى انا الحين صار كرة؟ مشهور يلعب كره، صار مشهور، صار كل ما يروح اي مكان في الحياه كل الناس يصورون معاه، يقول بالساعات. انت متأكدين انه هذا هو؟ هذا هو، انا دورت ورحت ودورت، شفت له صور ثانيه، بس طلع من جد من جد هذا الولد عراقي من بغداد، صراحة نسيت اسمه، بس انه يقول انا اذا دخلت المول انه الشباب الناس حتى البنات وكذا. بس ده مش اول واحد، انت عارفه ان في واحد في مصر برضه، بس هذا نسخة، بس في واحد في مصر برضه شبهه جدا، نسخة كمان مثل هيك وبينزل مثل هيك، يشبه مين؟ شبهه جدا، يشبه مين؟ يا ريتنا كنت بعت لكم الصورة. هذا انا شبهه برضه، لا لا معروف في مصر، مشهور جدا وطول النهار ماشي. المشكلة كلها ان انت لما بتبقي شبه حد، لو عايزة فعلا تخلي الناس تصدق بتلبسي زيه، فانت بس تلبسي تشيرت ليفربول. بس هو قال انا احب طبعا محمد صلاح، يعني وانه متاثر فيه مره كثير، وانه هو حتى الناس لما مصاب محمد صلاح جو يقولوا له معليش انه هو متاثر مره كثير. لا بس هي فعلا موجود من يعني المثل اللي هو بتاع يخلق من الشبه 40 حقيقي. انا ناس كتير بعتوا لي صور لناس شبهي بتحصل. هنطلع بريك ونرجع نكمل لكم باخبارنا ومواضيعنا، لسه متواصلين معاكم، قلت لكم حلقه حلوه جدا ومواضيعنا لسه جايه في السكه، فاستنونا ونطلع فاصل، فيلا بينا. مكملين معاكم مشوارنا موعدنا شباب، ولسه بنتناقش في مواضيع مختلفة في مجالات مختلفة من الحياة، الرياضة والفن والتكنولوجي والفضاء. عايزين نتكلم على الفضاء شوية، عشان امبارح ناسا اكتشفت اكتشاف خطير انه في يعني مش حياة، بس بيقولوا في حاجات عضوية بتعني ان كان في حياة قبل كده. على فكرة هو عامة مش لما بتظهر لهم النتائج دي بيعتمدوها على انه كان في ناس عايشة، لا ممكن تكون نوع بكتيريا، نوع ميكروب. لا 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 مش كده، هذا الموضوع ياخذنا الى الرجال اللي تكلمت عليه المستقبل اللي عاش في 6000 مدري كم، وكان عالق في زمننا هذا، فهو اللي كان عايش على هذا الكوكب، ترك اثار يعني ترك اثار. لا بس عامه هو الكوكب ناسا يعني من المريخ في اكتشفوا يعني بعض الحاجات زي ما بقول لكم العضويه اللي هي بتعني انه على سطح المريخ، يعني انه في حياه كانت موجوده، في حاجه لانه انت عارفه فيها تركيبات كيميائيه كتير يقعدوا يحللوها، بيقولوا انه كان في حاجه عايشه، بس مش لازم يكون بني ادم او انسان او مخلوق معين، ممكن تبقى نوع من انواع زي ما قلت لكم الميكروبات او البكتيريا اللي كانت عايشه، وده ممكن يوصل لنتيجه تانية انه هل كان في حياه. طيب مع البكتيريا لو وجدت او النوع الميكروب ده كان موجود، واضح ان هو كان في حاجه تانية موجوده في الحياه، ميه قبل كده، مش عارف ايه، كلها اكتشافات. لان احنا دايما بتلاقي الخبر بتاع الاخبار اللي هي ليها علاقه بالفضاء عنوانه يشدك، دليل على وجود حياة في سطح المريخ، تخش تقرأ تلاقي الموضوع هذا الكلام من سنين وسنين، أتذكر يقولون هذا الكلام. بس الشيء اللي حير العلماء طبعا والبشر يعني وإحنا نفس الشيء، أنه هل في حياة ولا ما في حياة، هذا الجدال اللي دائما يصير، أنه كان في حياة في حياة، ما أنا ما أدري، بس أحس أنه من جد. بس همين أصلا لأنه هم مدى يوصلون شيء أبعد من اللي حوالين الكرة الأرضية، فإحنا ما رح نعرف الأشياء البعيدة أو
اللي بالكون كله يعني، بس بدنا نعرف مثلا المريخ وصلوا للقمر وصلوا له، فهيك شويه بده يوصلون الاشياء بس ما بده يشوفون الصوره الاكبر، ف ما بدنا نعرف كل هي المسافات في النهايه كبيره يعني، مسافات بتخض طبعاً. في فيديو مره شفته بيجيب لك حجم الارض بالنسبه للي اكيد شفتوه كلكم، طلع نقطه ولا حاجه، ففعلا هي والجالكسي كلها او الكون كله صعب يعني انك تستكشف، ما حدش عارف. بس هم يعني كلها دراسات وكلها ابحاث وكلها استكشافات، وزي ما حكينا امبارح على دولتنا الحبيب الامارات في 95 متأهل دلوقتي عشان برضو الفضاء والمسبار اللي هيروح المريخ والقصص، وكلها أعتقد تعاون دولي كبير جدا عشان نعرف سر من أسرار الكون اللي احنا عايشين فيه أو نوصل لأي نتيجة. فدي من أخبار الفضاء. ننتقل إلى أخبار الرياضة تاني، مثلا كأس العالم مثلاً تروحوا لل... عندك إيه عن كأس دلوقتي؟ بقيتوا excited جدا لكأس العالم، خلاص قرب حاجات كتير قوي. لكن فن، طيب نروح للفن، في فن جديد للفن؟ ايه في فن. ما بعرف اذا انتم شفتوا الفيديو تبع الفنانه يسرى، كانت عم بتغني غنيتها المشهوره طبعا ثلاث دقات مع اطفال عبر عن شو اسمه بسكول باص مدارس، باصات المدارس. كان الفيديو هي وعم بتغني معهم لهدول الأطفال، سبب تفاعلات كتير كبيره، وكان يعني شيء هيك كتير طريف وحلو الواحد يشوفه على هيك انستغرام او على السوشيال ميديا بشكل عام. الفيديو جاهز؟ ده خلينا نشوف. يلا هذا من المية وكانت أقوى من الساحة. لما رجعت قلبي دق ثلاث دقات والطاولة دخلت لعبت جوه الدرج حاجات. طبعا الغنية من اجمل الاغاني اللي طلعت بهذا الموسم، فازت احلى اغنيه ب 2017 هي 2017 بس يعني صارت مثل ديسباسيتو يعني مثل ما العالم صارت تقول اذا بسمع ديسباسيتو مره تانية صار نفس الشيء على ثلاث دقات. بس انا لحد هلا بحبها كثير الغنيه. ثم فجاه نزلت موجه اغاني ثلاث دقات والعب يلا ديسباسيتو ومخنتي وكله مع بعض هدول الاغاني. بس ثلاث دقات انت عارفه كمان هي فعلا اكتر اغنيه بتطلب على الاذاعات يعني، في الراديوهات كمان اكتر اغاني بتطلب من الجمهور، عايزين ثلاث دقات. كان في بحث يعني سريع اتعمل، هي من اكتر الاغاني. بس الجميل فعلا الاطفال اللي حافظينها وبيحبوا يغنوها. ويسرى ده في مصر الفيديو اعتقد بشكل واضح، الاطفال اللي قاعدين والشارع واقف مش مشكله. لا شكل اصلا مصر كانت زحمه والشارع واقف ويسرى تنزل تسلم على الاطفال شويه. هي زحمه في مصر خصوصا في التوقيت ده يعني العيد بقى والحاجات دي. بمناسبة العيد اكو هسه بدأت التخفيضات والتنزيلات، يتوقعون انه الناس هواية حيصير انه مثل يروحون للمولات بهاليومين خاصة لانه العيد طبعا بنهاية الاسبوع هذا، فاكو هواية تخفيضات وخصومات وبمناسبة مئوية زايد، فهذا الموضوع كلش الناس متحمسين لو يروحون للمولات، مع انه حتى من تروحين الصبح تحسين شويه ممكن اكو مجال تسوين شوبينج، بس همين الاقبال ده يصير كلش عالي، فاللي حاب يسوي شوبينج حاول الصبح او كلش بالليل قبل ما هاي ويحدد انه شنو هو يريد يجيب يعني من المحلات. مين حاسس ان ابتدت؟ انا يعني دايما رمضان قبله تحسي ريحه رمضان، اجواء رمضان. العيد حاسين اجواء قربت، او انا حسيت امبارح مش عارف ليه يعني. هو يمكن لانه رمضان كان سريع هالمره كلش يعني كل الناس من جد مره سريع مره فيمكن بعدهم مو كلش حاسين انه العيد قرب، يحسون بعد رمضان مطول، بس همنا السبيريت موجوده يعني لنحس بي. انت حاسه مين فيكم بيهتم بلبس العيد لسه؟ انا احس رمضان او سوري العيد ما نحس فيه او بطلنا انا عن نفسي احس فيه الا لما كنت طفله يعني، كان الاجواء غير، تشترين الفستان اللي كنا نتعايد هلا منعيد الوضع كذا، طفل
غير جد جد تحس انه عيد فرحه. تدي عدية يعني انت ولا لا دلوقتي؟ مستحيل. انت لازم تديني عدية. بس قلت لي ان انت اخويا. على فكره انت اكبر واحد فينا، انت اكبر واحد فينا ثلاثه بيطلع من عيدية. محتاجة اشيلهم واحد، اكبر واحد مين وعينا بقى ماشي. لا اديكم كلكم عديات. كم؟ 5 جنيه. بالدرهم كمان تلاقيش. لا هي فكرة العيد يعني للأطفال طبعا أكثر من الكبار دي يحسون بها، لأنه غير الهدوم الجديدة والبيجامات الجديدة وقبله بيوم يحضرون ويسوون والعيديات. بس إحنا يمكن من دا نكبر ما نحس أنه لازم والله لازم أروح أسوي شوبينج للعيد أو لازم أشياء جديدة. بس مثلا أكو هواية من صديقاتي بعدهم أنه لا لازم أروح أشتري هدوم العيد، لازم عندهم طقوس يعني معينة. بس اكو هواي ناس داي ملون من وانا الموضوع. لسه عايز اتكلم على الكحكة، عمالين نتكلم على الفلوس والسعادة اهو. شفتوا الفلوس بتجيب بالله. شفتي العيد فرحة؟ اول حاجة قلت لي هات العيدية. العيد فرحة لانه فلوس صح؟ لا طبعا لا، غير الصور الطريفة اللي يحطونها صور اطفال وعيديات ويكتبون لا يغرك هذا ميزانيتك. يا لا بتذكر ايام زمان كانوا الاطفال يدقوا على الابواب انه كل عام وانتم بخير وعيديه، واوقات كانوا يجيبوا معهم يا تمر او هيك انه جيب المقابل يعني. بس كانت هيك كثير لذيذه. احنا لسه هنتكلم كتير الفتره اللي جايه او الاسبوع اللي جاي ده عن العيد، اكتر فعاليات نحكي لكم عليها، حاجات تعملوها، هنجيب لكم يعني شويه افكار ممكن تكونوا ناس لسه ما عملتش الخطه بتاعه العيد. وبعدين بعد ما نرجع تاني من الفاصل اللي هنطلع له دلوقتي هنتكلم تاني عن الرياضه والفن، وهنتكلم على التطبيقات الجديده والحاجات اللي بتحصل في الواتساب والانستغرام والفيسبوك، ابديتس كلها وحاجات جديده. بس استنونا بعد الفاصل. بفكركم دايما تقدروا تتابعونا لايف على اليوتيوب، وتقدروا تكلمونا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه. هنطلع الفاصل ونرجع لكم تاني. تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا كمان الان تي في. يلا نطلع على الفاصل ونرجع تاني. مكملين معاكم موعدنا شباب، ودايما بنفكركم بالارقام اللي بتطلع على الشاشه. ممكن تتواصلوا معانا وتكلمونا على موضوع الحلقه، او تتناقشوا في مقترحات عندكم افكار جديده عايزين تتكلموا معانا. في كذا حد كان بيكلمنا ويقول لنا مقترحات جديده عايزين تتناقشوا في المواضيع اللي احنا بنناقشها كمان، او الاخبار الجديده. بس موضوع الحلقه النهارده بيتكلم على السعاده، او انا اسف الفلوس ما بتشتريش كل حاجه. بتشتري ايه بالظبط؟ هل في حاجات ما بنشتريهاش بالفلوس كده؟ وضحتها كفايه صح. شو الشيء اللي ما بنشتريه بالضبط؟ طب انت بعدك لهلا ما قلت لنا شيء شغله هيك مناسبه انه تكون شغلات ما بتشتريها بالفلوس. انا فعلا انا نفسي يعني كل الحاجات اللي انتوا قلتوها هي صح والفلوس ما بتشتريهاش، بس انا عمال ادور على اجابه ثانيه عايزه مختلف الاجابه. بس ممكن نقول مثلا انه الاحلام مثلا، يعني الواحد انه يحلم حسب بيقول الوقت. انا عارف يا حسن وقت، مع اني انا شاري ساعه جديده حضرتك دلوقتي. كلها بص انا مستني حد يكلمني او حد المشاهدين يكلمنا، احسه جايب لنا من زاويه ثانيه. هنستنى نشوف اتصالاتكم اكيد. وعندنا مواضيع مختلفه، هنروح نتكلم على الفضاء وكاس العالم، ورحنا الى الفن شويه مع يسرى. بس دلوقتي عايزين نتكلم على التطبيقات واخر اخبار التطبيقات. انستغرام ناوي يزود فعلا الفيديو بتاعه فعلا. بس انا الخبر يعني ما شفت انه حيزودون الستوري لو حيزودون البوست. اوكي الفيديو اللي تنزل، بس كاتبين انه حيوصل المده الى ساعه، وحسيت كلش اوفر يعني. ساعه از تو ماتش يعني، حيصير مثل كانه يوتيوب بدنا نتفرج. فطبعا هذا الشيء ممكن ياثر على الناس اللي تستخدم انستغرام، ممكن يبطلون يحسون انه هو صار بيه اشياء ما لها داعي او زياده عن اللزوم. بس ما اعتقد انه هذا بالستوري يعني، اكيد البوست اللي ممكن يوصل ساعه. بس ممكن يغيرون شيب الفيديو يعني، يكون اللي طويل بالطول على الشاشه هو اللي يطول انه يوصل ساعه، والعاديين تكون بوست. بس هم يعني مثل ما صار ويا سناب شات يعني، هاي الاشياء بدها تاثر على الناس اللي يستخدمون الاب انه ما راح تعجبهم هاي التغييرات. واني منهم يعني، ما احس الا داعي الفيديو يصير يوصل ساعه. بس التطبيقات كلها بتبقى محتاجه نوع من انواع التطور كل شويه والتطوير يشتغل عليه. يعني اشياء بسيطه يعني، مثل ما حطوا الستوري اول مره حبينا الفكره، من حطوا الفلترز مثل سناب شات همينة كان شيء بسيط. بس انه توصل الفيديو ساعه هيك شيء تبقى رخمه موقع يوتيوب يعني.
ايه مع ولا ضد؟ مع الفكره يعني تعالوا نناقشها عادي. ما بعرف اذا هي حتاذي الناس اللي مثلا اوريدي عندها يوتيوب شانل او انه ما لها داعي او ما لها طعمه صراحه، بس في ناس ما عندها يوتيوب شانل ممكن تستفيد من الانستغرام تبعها. بس مين عنده؟ بس اللي ممكن عن جد ساعه ما بيحدش بيحط فيديو ساعه. ما هي يعني هو اصلا ساعه شنو الموضوع اللي ممكن اي احد ينزل يوصل ساعه؟ بعدين الناس متعودين انه هو من ينزل على الفيد مال انستغرام خلاص ينزل بسرعه، ما يريد يوقف ساعه على بوست حتصير هواي اشياء هو ده يتفرج، يعني حتروح على نص ال... ما اظن حدا اصلا حيستخدم هذا الشيء لنوصل ساعه، ممكن يستخدموا فكره انه نوصل دقيقتين ثلاثه مثلا، انه نستغل هذا الموضوع انه نحن وير اب تو يعني ساعه بس نحن بنقدر نستخدم دقيقتين ثلاثه. لانه هسه هو 1 مينت، فاكو هواي ناس بينزعجون من هذا من ال 1 مينت. هو كان 30 سكند بعدين صار اي، فكان التغيير بسيط بس من 1 مينت الى ساعه. وبالنسبة للستوري رح يصير كيف يعني كيف التغييرات اللي ممكن هم يطول أكثر من 15 ثانية، بس هم ما حددوا بالخبر اللي قريته، ما محددين إنه هو البوست لو الستوري لو شنو اللي حيصير، بس أكيد حيصير تعديلات على الستوري. هم أنا مرة بعت لهم فكرة ما أعرفش يعني جت في دماغي فقلت أما بعتها كده يمكن أساعدهم، إنه يكتب عدد الثواني فوق الفيديو، فأنا مثلا لو أنا بطلع على الستوري بتاع حد هشوف واسيبها براحتك بقى، واحد عايز يعمل 10 ثواني، واحد عايز يعمل ساعة دقيقة، بس اكتب لي فوق انه التايمينج زي اليوتيوب. او مثل ما كان سناب شات اول ايام كان بيكتب الستوري ده تشوف انت الكاونت داون فوق، فانت تعرف ايوه يو كان سكيب اوت كم. لا دي فكره مطبقه يعني انا طلعت مش بس قصدي انها لو ما طلعت مخترع مش عارف بحاول ادور بس ما كملوها، فشكلها كان لها شيء سلبي بالموضوع. يعني هسه سناب شات صار خلص ما تعرف انت ايش قد حيطول الفيديو، ف ضل تتفرج. انتوا كمان قولوا لنا بتحبوا تتفرجوا على فيديوهات طويله على الموبايلات على التطبيقات على اليوتيوب اي من الحاجات اللي حوالينا من تطبيقات بنستخدمها المواقع التواصل الاجتماعي، يعني فيسبوك بنشوف عليه فيديوهات طويله جدا والناس بتتابعها. اي فيسبوك ممكن تعودنا عليه انه بكل انواع الاخبار والبوستات والفيديوهات، ممكن شيء خفيف شيء طويل كلش، فخلص نعرف انه فيسبوك هيجي، بس من يصير تغيير مفاجئ على التطبيق ممكن يأثر على المستخدمين. فيسبوك أنا بالنسبة لي صراحة موقع كتير ذكي لأنه قدر يوصل للتارجت أودينس الصح اللي هن الكبار. الكبار ما كانوا بعمرهم اللي كانوا يعني يعرفوا يستخدموا فيسبوك أو أنه يعني يفكروا يفوتوا على الفيسبوك، بس عن جد أي شيء بينوجد على الفيسبوك هن شغلات هي اللي بتجذب أمهاتنا مثلا على الطبخ، أبائنا على معلومات العامة، مثلا فيديوهات طريفة بتضحك. أنا عن نفسي مثلا بابا بيحب هاي الشغلات، ما بتحب تفرج على الطبخ، ففي يعني عمل عرف كيف يوصل لهدول العالم. أما بالنسبة لفيسبوك ستوريز أنا بحياتي ما فتحت فيسبوك ستوريز. أنا هم حتى إنستغرام من حط خاصية الستوريز أول شيء الناس كانوا كلش رافضين الموضوع، إنستغرام ليش ستوريز إنه بس سناب شات، بعدين هسه بدنا نشوف لا صار ستوريز انستغرام احسن من ستوريز احسن من ستوريز. هو دائما اي ابديت ينزل جديد دائما يكون عليه ناس محبين محبوا لانه بده يتغير، ما حد يحب التغيير، احنا متعودين على شيء ما نريد نغيره. بس على قصه التارجت اودينس والاهل ممكن هذا الشيء بدنا نشوفه انه التطبيق ينزل الشباب طبعا حيعرفون به اول شيء لانه احنا دائما متابعين، فاحنا حنبدا نستخدمه فتره طويله بعدين نمل منه، فهو بالفترة ما الملل حيوصل للأهل إنه يبدون يعرفون بالموضوع. يعني مثلا هسه أغلب الأهالي وصلوا الإنستغرام سناب شات، يعني أنا أهلي اثنيناتهم عندهم سناب شات وإنستغرام، فده يوصل لهم موضوع بس ممكن ما يستخدموه. أنا يعني لسه يسوون فيسبوك بس أنا لسه أنا فيسبوك يسوون الأكاونت بس يتابعون بدون ما يستخدموه، فممكن بعدين ويا الوقت هم يبدون اللي بيصعب عليا اللي هم بيحطوا ستوريز على الواتساب بقى اللي ما حدش بيشوفهم خالص. هاي انا بحياتي الاحساس انا ما ادري ليش هم يسووا كده ودائما اكو ناس يوميا يعني على فكره الواتساب ستوري على الواتساب ولا انا وبحياتي لا الفكره ان هي موجوده بس ما موجوده بس ما بعرف كيف او يمكن ليها ناسها ما اعرفش لا حتى ما اعرف يعني من تحط ستوري شنو حتشوف الارقام اللي شافت له شنو حيطلع لك ما نعرف شو يصير لانه ما استعملناها اصلا على فكره فيسبوك حطت الستوري على الفيسبوك عادي وعلى الماسنجر يعني فالفكره كلها انه حتى صار مربوط بالانستغرام يعني انت متنزل ستوري على الانستغرام يطلع لك اوبشن جوا انه حطها على الفيسبوك نفس الستوري. اول ما انتشرت الموضوع ده ظهر نكته كده على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي فاضل الكالكوليتر في الموبايل هو اللي يعمل حط الستوري. طيب منه الى يعني احنا دايما زي ما انتم متعودين كده في موعدنا شباب بنتكلم من موضوع او من مجال نروح لمجال تاني، ممكن نروح دلوقتي لمجال التوظيف.
بنتكلم عليه بشكل كبير، اتكلمنا على السيفيهات قبل كده، اتكلمنا على انترفيوهات قبل كده، بس حابب اقول لكم على خبر حلو جدا، انه الاساليب المتبعه للتوظيف في بلدنا الحبيب الامارات اشارت نتائج استبيان معين اتعمل الى تزايد استخدام خبراء التوظيف في الامارات للمصادر الالكترونيه. وبيعتبر المشاركون في الاستبيان المواقع التوظيف عبر الانترنت هي المصدر الاول بنسبه 74% للتوظيف. بشكل كبير ناس كتير بتشتغل او بتدور على شغل عن طريق مثلا انه الانترنت، بس في ناس بتروح اللي هي الووك ان انترفيوز، او في ناس بتروح عن طريق مثلا في طرق تانية ايه يعني عشان تهت من دماغي، يعني غير الانترفيو انك تروح عن طريق الانترنت، ممكن تروح اللي هي بيسموها مش ووك ان، انك تروح تقدم السي في بتاعك للشركات. بس هاي احسها ما بقتش في الامارات يعني، ما يقدر واحد يروح فجاه يطب على المكتب ان هو يريد انترفيو. في ناس يسوونها صراحه، يعني في ناس دائما يقترحوا انه اوكي ليش لا، روحوا حطوا سي في وكذا، وانت هذا عند يعني اي مكان. انا اشوفها صعبه، بدي اشوف هذا الموضوع من الناس اللي مثلا حابين يشتغلون بالامارات بس هم ببلد ثانيه، انه يقولون احنا لازم نروح للامارات حتى ندور على شغل. فانا اقول لهم لا، انه اونلاين دور أونلاين. بعدين شوف انه الفرص. انا مره عملت استبيان عادي جدا عندي على الفيسبوك، سالت الناس هل لينكدين مثلا لسه حد بيشتغل منه. جالي 99 مثلا كومنت، منهم اثنين كانوا والباقي لا، انه فعلا اشتغلوا والباقي لا. فدي كانت لو انت عملتي بحث، ما بالضبط هو يعني كل واحد بيعمل لازم طبعا ما نعمل بحث على حاجه بناخد شريحه كبيره جدا نسالها عشان نقدر نوصل للنتيجه. لينكدين حد انا جربت شويه يعني، عندي وانا جربت بس ما كان يعني اول شغل لي كان عبر لينكدين، بس بعدين بعد ده من قد ايه؟ من أربع سنين، ثلاث سنين. مع أربع سنين ده كنت بحس لينكدين لسه طالع والناس كلها والشركات بتدور من عليه، وهو ما يعني أنا ما بدخل عليه هو فعلا يعني خلي بالك هو زي بتحس الفيسبوك أتراكتف صح، بتحس يعني إنه يا لطيف إنه ممكن شوي. مو بس هيك وبيجوا بيقولوا لك إذا أنت عندك number of مثلا مو invites، بيقولوا له شو بيقولوا friends على لينكدين، إذا مثلا عدى 500 بيزيد فرصك بالشغل. أنا بكل صراحة رح أقولها هاي على الهواء، أنا عندي يمكن فوق 1000 بكل صراحة، ولهلأ يمكن عندي، أنا بطلت أقول افتح لينكدين بس it's not true. أنا لما كنت عم دور على شغل بفترة معينة ما كنت عم لاقي، أو بيقولوا لك بيحطوا لك بعدين إنه send your CV ما أعرف شو، يعني بعتت يمكن فوق 100 وما وصلني 1%. بس هو اللي بيدور على شغل احنا بننصح دايما ان انتوا ما تخليش عندك مجال واحد، يعني جرب لينكدين، وجرب في مواقع كتير بيبقى في زي بتدفع اشتراك عشان يبعتوا لك الشغلانات، وتقدر وبيساعدوا كمان عن طريق خدمات ان هو يحسن لك السي في بتاعك عشان لو هتقدم على شغلانه، وهم بيروحوا يعملوا تعاقدات مع او الشركات. ايجنسي توظيف دي بقى قصه ثانيه، هي احسن واحده، دي احسن واحده، ده انت حاسه ان دي احسن واحده انك تتعامل مع شركه توظيف تخلي السي في موجود عندك. انا لهلا شركات التوظيف بتبعت لي وظائف مثلا. اوكي بكل صراحه واصلني من يومين اساسا انه سوشيال ميديا مانجر وما بعرف شو بمكان، واصلني من يومين من ايجنسي، ويعني في منهم عن جد كتير. حتى الشركات ما بيروحوا على لينكدين بيدوروا على 1 2 3، بس انا شوفي ده لك بعكس كلامك دلوقتي، اخويا برضو لسه يعني حد قريب مني جدا، بس لسه برضو في كلام من يعني جاله وظيفه من لينكدين، وانا في ناس اصدقائي كثير يعني جت لهم وظايف من لينكدين. رفيقتي باكبر الشركات اللي هي معروفه كثير هي دبي لينكس، اللي بتعمل دائما فيستيفلز لكل هدول الايجنسيز الكبار تبعون الميديا، اشتغلت بدبي لينكس من خلال لينكدين. يعني هي اكو هواي ناس بدها تصير وياهم، يعني المفروض واحد يخليك خيار او اوبشن زياده على اللي هو بده يسويه، فانه ما راح يخسر شيء اذا هو عنده الاكونت، بس مو انه يعتمد عليه اعتماد كلي انه انا حلقي شغل من هذا الشيء. واهم حاجه يعني، اهم حاجه طبعا بننصح بيها اي حد، وانتم كمان مشاهدينا كلمونا احكي لنا عن التجارب بتاعتكم في التوظيف عن طريق الانترنت، او جالكوا شغلانات ولا عن طريق الارقام اللي بتظهر على الشاشه. بس انا اهم حاجه عايز انوه عليها يعني، هو ان انت حضر بقى بروفايلك سواء هيجيلك او لا، لان انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يخش يدوروا عليه، يكون جاهز ومتحضر بطريقه شيك، طريقه حلوه، طريقه مرتبه، ده اعمل اللي عليك يعني من الاخر، عشان لما تيجي تقدم على شغلانه يكون المنظر العام بتاعك كويس، راعي الصور تكون عامله ازاي، وعن طريق جوجل كل حاجه سهله جدا انك تعرفها. يعني مثلا في احط صوره عامله ازاي على لينكدين،
لانه ده مش فيسبوك ومش انستغرام، لازم تبقى صوره مش لازم تبقى رسميه. ياما شايفه ناس حاطين صورهم على لينكد ان بفلترز نوت بروفيشنال. هنحاول نقول لكم نصايح اكتر عشان اللي يعني بيفكر او لسه ما عملش لينكد ان بيدور على شغل، لا يعرف حد بيدور على شغل، يعني شويه نصايح كده نساعد بيها بعضيها. وهنرجع نتكلم برضو في الفن والرياضه ومواضيع مختلفه ومجالات مختلفه. هنطلع لفاصل سريع ونرجع لكم تاني، فاستنونا ويلا بينا. ايه ده ما قالوهاش. مكملين معاكم موعدنا شباب، ورجعنا لكم بعد الفاصل لسه مندردش في سؤال الحلقه، ايه الحاجه اللي الفلوس ما بتشتريهاش؟ اتكلمنا شويه حاجات كده معروفه وكلنا بنقول عليها يعني عارفنا، بس لسه بندور على حاجه خارج الصندوق. عندنا اخبار في مجالات تانية كتير وفن ورياضه وحواديت وفنانين وفنانين طبعا. أيوة حضرتك هو هذا اللي كنت ابغى توصل له. ايوه نادين الجيم نزلت على الانستغرام فيديو صغير لها وهي تحتفل بانتهاء مسلسلها طريق، اللي طبعا قاعد ينعرض الحين. هذا تصوير انتهاء التصوير. انتهاء التصوير. فكانت تحتفل بطريقة عفوية مع باقي التيم اللي معاها، فنشوفها لو شوف الفيديو جاهز. شوف الفيديو جاهز. It's okay. خلص خلصت آخر النهار تصوير. شايفين ام طلع على الصيفيه هلا، اكيد زعلانه رح اشتاقلهم كلهم، مبسوطه اكيد انه بعد كل هالتعب كان في نجاح كتير كبير الحمد لله. ده كان الفيديو اللي شفناه. يس ويعطيها العافيه طبعا نقول لها، وصار فيها الحين تسافر وتقضي الصيفيه حقتها يعني وترتاح. اكيد كان موسم صعب يعني، اشتغلوا كل الممثلين في كل طبعاً المسلسلات. كل المسلسلات يعني. في منتج جميل دايما بيكتب كل سنه على الفيسبوك على قد ايه الفتره دي بتكون متعبه للمصورين للمخرجين في ناس فعلا. احنا ما نعرفش عنها حاجه، بس دي ناس دي يعني حتى بتاع الاضاءه مثلا بيطلع طبعا عين. انا اصلا بس خلال دراستي ومشاريع الجامعه اللي ينراد لها تصوير بديت افكر بالناس اللي يسوون الافلام اللي غير المخرج والمنتج، ان هم هواي يسوون شغل والتفاصيل يهتمون بها، وبدونهم يعني ما يصير اي شيء من هذا النجاح. فريق العمل اللي هو بره خلف الكواليس. خلف الكواليس. نتمنى للجميع اجازه سعيده بعد ما يخلص شغلهم ويرجعوا تانية. على موضوع الاجازات عندي مثل نصيحه، اذا ناس حابين يجربون شيء غريب او جديد، اكو ناس اصلا يعرفوه لانه موجود من زمان وناس ما سامعين به، اللي هو فندق مصنوع من الجليد بالسويد. انا رحت. ما اعرف اذا رحته. انا اختي راحت له وقالت لي على التجربه، انه هو طبعا شيء كلش غريب انه الفندق كله مصنوع من الجليد مثل ما نشوف بالصور. فطبعا مسوين الاثاث البادز الحيطان كل شيء كل شيء من الجليد. ايش بالنسبه للبروده؟ فطبعا ينطوك هم الملابس المناسبه انه انت حتى تقدرين تفوتين او تمشين او تقعدين بهذا الفندق. تقدرين تنامين يعني، هو طبعا هواي ناس تناموا بيه انه فندق طبيعي. بس عندهم التجربه مال اللي ما اعرف كم درجه تحت الصفر، انه انت تجرب تنام بيها ويحطوا لك مثل فراش انه انت خلص متغطيه وما تقدرين حتى خشمك تطلعين لانه حتموتين. فاختي جربت هذا الشيء، انه انت اذا قدرت تستحمل الليله كلها انه انت نايم بهاي الخيمه اللي هم مسويها، ينطوك شهاده انه انت استحملتي هاي الدرجه ونمتي بيها، وما ادري شنو، انه هو شيء انه
تحطيه بالسي في مالتش ممكن انه انت قدرتي تنامين او تستحملين هذا. طب سريع انا احكي لكم على تجربتي في الفندق ده، هم كذا فندق عامه، في فنادق كتير في منطقه اسمها كيرونا ان شاء الله نمت كمان في لهذا، بقول مو غريب عليك اذا نطيت ناقص 18. كيرونا دي عشان نروح لها اصلا هي المشوار متعب جدا، لان انت بتوصلي لمرحله بتركبي قطر، بقى القطر ده كان حوالي 18 ساعه بس كان ظريف جدا، قطر فيه كل وسائل الراحه. شمال بقى انت طلعتي خلاص يعني خلاص قربتي على القطب يعني الشمال. الفكره كلها ان هم بيبقوا عارفين ان اللي جاي ده هيواجه ظروف صعبه وبرد، ففي اماكن كتير ساونا والجو دافي جدا لدرجه ان انت كل شويه تخشي مكان دافي قوي تدفي لدرجه ان انت حرانه، فتخرجي تقعدي بره شويه في عز التلج مشان الواحد يمرض. هذا تعذيب، ما بيحصل لكيش يعني، ما بيبقاش في مرض. لا لا، وهم بقى جايبين لك كوبايات يعني، حتى بيستخدموا شويه الحاجات التاريخيه بتاعتهم، الكوبايات القديمه بتاعتهم، الباول القديم بتاعهم. انت تشوفها تجربه حلوه يعني جدا، يعني شيء غريب خارج عن العاده. لا وكمان الفرصه اللي انت بتشوفي اللي هي النورذرن لايتس. ايوه انا عايز افتكر اسمها بالعربي، الاضويه دي اللي هي تكون زرقاء وخضراء بالسماء، دي ظاهره بتظهر ومحدش عارف يعني، هي بيقولوا ان هي مثلا في خلال دوران الارض الشمس مع القمر بيحصل. شفت الالوان طبعا ظاهره طبيعيه جميله جدا من الفرص اللي انت هاي شفتها بعينك. بعيني. لا هاي تجربه الواحد عن جد حلو يحكي فيها، مو نام بالجليد من جد. انا ما احب هذه الاشياء، سواء نام بالجليد او انه قاعد اعذب نفسي. انا بروح انبسط، ابغى اقضي الصيفيه. التجربه بالنسبه لك هتبقى اليومين ثلاثه وترجعي، لكن ولا دقيقه والله صدقني ولا دقيقه. لا حلو، حتى سمعت انه هم كل سنه اكو فريق كامل يجي للفندق حتى يسوون اعاده نحت للفراشات والاشياء، لانه طبعا يتغير الشيب مالتهم انه ده تموع. وخلي بالك الفكره بتاعت انه الكلاب اللي بتجري بيكي بعربيه الهاسكي والحاجات دي رائعه أوكي. جميله جدا بيستغلوا طبعا ان انت رايحه وعايزه تجربيها، فبتدفعي دم قلبك تلاقي المصاريف عاليه قوي. من الاجازات والاخبار بتاعت السياحه وبنرجع لها تاني، بس هكلمكم شويه عن كاس العالم. نرجع نتكلم على الرياضه. في حاجات كتير روسيا بقى بتحذر، انتوا عارفين 2,800,000 تذكره تم بيعها، ده اللي بره بره روسيا. ما بالكم بقى بالناس اللي موجوده واشتغلت تذاكر، فعدد كبير جدا من الناس هتزور روسيا. هل بالكم في ناس كتير رايحه بدون حضور مباريات، هي رايحه عشان الاجواء السياحه بجد. في فعلا كتير كده، عشان كده بيقولوا دايما اعمل الفان اي دي وانت رايح، سواء هتحضر مباريات او لا، لانه لو انت رايح كمشجع بالفان اي دي هتعرف تستغل بعض من المرافق ببلاش. يعني في قطارات هناك تستغلها ببلاش، في حاجات هم بيساعدوا طبعا انه السياح يتنقلوا بصوره كبيره. واو. بس في نفس الوقت روسيا قالت في قائمه بالمحظورات تخلوا بالكم منها، ما تجوهاش معاكم. القائمه الممنوعات دي مثلا فيها عصا السيلفي ممنوعه خالص يعني. ليش؟ بيخافوا جوه الاستاد يحصل اشتباك ما بين الجماهير بتاع، فيتم استخدامها كأسلحة. فطبعا دي ممنوعه في الاستادات. المواد الغذائيه باستثناء اطعمه الاطفال والمظلات كمان ممكن، لو يعني هتستخدم مظله كمان ليها يعني وزن وطول معين بيرضوا بيه. كمان يعني لو انت واخد معاك ستره شكلها غريب لا ما ينفعش، مش في ناس ممكن تلبس حاجه وتخبي جواها حاجه، فهو هيكون في زي تامين او بالظبط اكيد في كمان في مواد الحاده، ما ينفعش يعني تروح باي حاجه حاده لانه ممكن برضو تاذي حد في الاستاد. الكاميرات يعني هيبقى انتوا عارفين في شركات راعيه كتير، فما ينفعش تخش بكاميرا رسميه تخش تصور وكانك هتنقل الماتش. لكن طبعا هو الناس كلها بتصور بالموبايلات وده مقبول، لكن لو حسوا ان في حد داخل بشكل كبير انت بتعمل ايه، لازم التصوير طبعا. بالظبط. كمان هيبقى العطور بقى وانت راكب الطياره، دي الحاجات اللي هي العاديه بقى اللي احنا عارفينها، عبوات مصنوعه من الازاز ما ينفعش تخش بيها الاستاد، لازم تكون ميه يعني بلاستيك او طبعا ما تكونش غير عشان ما تاذيش حد. برضو الالعاب الناريه برضو هتكون ممنوعه تماما. آلات موسيقيه كبيره يعني ما ينفعش تخش بطبله، بس احنا عندنا الاستاد مثلا ما ينفعش تخش بيانو. الزمير طيب دي على فكره يعني كويس انت قلتيها، مش فاكر كان اسمها ايه بتاعت جنوب افريقيا، الفوفوفوازا او كان ليها اسم كده، اللي هي كانوا بيستخدموها في جنوب افريقيا، كانت مزعجه بشكل كبير جدا في كاس العالم اللي هو كان في جنوب افريقيا، لان هم هناك في جنوب افريقيا دي بيعمل لا هي تبع الصوت
تبع الصوت اللي بتطلع صوت زمور. ما قريتهاش في الحاجات الممنوعه، بس ممكن تكون برضو من الحاجات الممنوعه عامه. يعني هي حاجات كلها يا ريت يبقى وانت مسافر ما تاخدش حاجه تمنع عنك فرحه الاستمتاع بالحدث يعني، او تمنعك من انك تدخل بالزبط. لانه اكيد الاحتياطات الامنيه بتكون مكثفه هناك بالزبط. بحكم انه في ملايين من الناس فعلا. وممكن يصير يتحول بعد الشر يعني هذا الشيء من شيء لشيء ثاني لشيء اخر. بالظبط. هنطلع لفاصل سريع ونرجع لكم تاني نتكلم في مجالات مختلفه. استنونا بعد الفاصل، نطلع فاصل ويلا بينا. الوها المره دي. مكملين معاكم موعدنا شباب، وصلنا لمحطة بدون كلام وهي المسابقة اللي بنلعب فيها. ما قلت عليك، قلت على ريم. معلش تحت الهواء كده بيبقى فيه. فمين هيبتدي؟ ابتدوا مرة انتوا يعني. طيب هبتدي هبتدي. الحمد لله. بس ما تبكي اليوم. الله يستر. ما انا من مش انا شفت المسكة هذه ما استبشرت خير. لازم تضلي صافية بالعربية. انا ما استبشرت خير الحين. طب يا حنان امثلها دي ازاي يعني؟ يلا بينا بقى. انا نكسر شكلنا هنكسر. طيب ده نشوف. اليوم لا عادي معاك البرنامج. خلي وقتك عهدني يعني. ايوه فيلم. اوكي. كلمة ألف ولام. ايه. ألف ولام. ألف ولام، اوكي. اوكي. ألف فلان. أوكي ليش شايفين؟ سمعت ألف فلان. مربع. وشو ده؟ مربع. لا أنت بتكتبي الكلمة. لا ما كتبت. لا عم برسم. واحد بيجري. يجري؟ دخلت حاجة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ سيارة لأنه مو هي الكلمة. سيارة. الهروب. مفتاح. مربع. فرجوني كيف بدها تتمثل هاي. ما عم بعرف كيف بدي احط لها هذا المعنى لك ابن العام. لا وريها الورقة وريها الورقة. أرجوك. بدها مش عارف ايه وريها الورقة. طب المهم السيارة. ايه. المفتاح. ها. تدخلين السيارة؟ ايه اللي بيدخل اللي بيدخل في السيارة؟ الاخوات؟ شنطة. لا شكلك حتى ايش؟ لا يا حسن مو هذا هو. ولا هي يا حنان. ها. شو ايش؟ شو ايش؟ شو ايش؟ شو داخل السيارة؟ مفتاح؟ سيارة ها ايش؟ هو فيلم مصري؟ ايه. اوكي. اللي انت بتمثليه هندي. ايه ايش؟ ايش؟ طب اسمي الكلمة. مثلي. ما بتنقسم، ما بتنقسم مستحيل. طب هل هي اسم ولا فعل يعني؟ يعني هو ايه؟ وصف. هو حاجة. صفة. حاجة في السيارة؟ حاجة في السيارة. لا. لا. حاجة برا السيارة. حاجة بنحطها في السيارة. المفتاح. حاجة بنحطها في السيارة. المفتاح. ايه بقى؟ مصر على السيارة. حسن قرب يقول لهم الوقت اصلا. 30 ثانية. سهلة قوي على فكرة، انت ما بتعرفيش تمثلي. سهلة جدا. ايش هي؟ انا عرفتها؟ بس مش مكسرة. انا ما بدي اياكي تحذري، يلا شو شو الفيلم؟ بنزين. لا ثانك يو بنزين. عرف بنزين بس مو بنزين. ها. مو البنزين؟ ها. جنب البنزين بقى. غاز. طاقة الشمسية. الغاز، البنزين، برافو. برافو محمد. يعني انت قاعد تجددهم. انا عايز اجيبك في النقاط. انت كنت قاعد تجددهم. برافو محمد برافو. ما انت كلنا شرحنا لك ولا مره عرفتي. لو سمحت عايزين نجيب. احلف احلف ان انا ولا مره عرفت. احلف على الهواء. انت على الهواء. انت عرفتي قبل كده؟ طبعا. ايه؟ كثير كثير. في حلقات موجوده حبيبي. طب دورنا يلا. يلا. فيلم اربع كلمات. الاولى زمان، الماضي، قبل، الثانية. كو 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 كو. كلها حيوانات. آخر ديك.
في مصر. شكرا. 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 هاي شو هاي؟ آخر ديك في مصر. آخر ديك في مصر. لعبناها هاي على فكرة. هاي مو من جد. من جد. بلا. جديدة. لا لعبناها. جديدة يعني عدى 30 يوم. إذا شحناز قالت إنه لعبناها معناها ما لعبناها. لأن من جد شو الناس حابة. طب أنا كده كده اللي عرفت الفيلم بتاعكم فأنا كده كده كسبت. إيه خلص أوكي. أنتوا اللي خسرانين. نرجع لمواضيعنا. عندنا ما عندناش وقت لازم نلحق السكتش. طب هنطلع بريك ونرجع لكم تاني السكتش بقى. يلا نطلع بريك ونرجع لكم مع فقرة السكتش. يا حياتي شو بنحط بالسيارة. مكملين معاكم موعدنا شباب وصلنا لمحطة السكتش اليومي اللي بنتفرج عليه. بنتفرج على نص او جزء الاولاني وبنرجع نحلله شوية ونتفرج على الجزء التاني. هل هو جاهز يا استاذ حسن؟ نطلع نتفرج على السكتش ونرجع لكم تاني. يلا بينا. يلا بينا. السيشن دي خدت مني 3 ايام بس البنات اللي فيها تعبوني اخبية قوي. ايه ده؟ والسيشن اللي فاتت؟ لا ده كان واحد وخطبته. اهو واحد وخطبته يعني رجل. ماشي ماشي يا استاذ هادي. انت بتغيري عليا ولا ايه؟ ايه مش خطيبي ومن حقي اغيري عليه؟ غيري بس بالعقل. بمعنى؟ بمعنى ان انا فوتوغرافر، شغلي بقى مع بنات مع رجاله مع حشرات مع حيوانات. لازم تفهمي ده. فاهمه ومقدرك كويس قوي على فكره. حلاوتك يا شوشه انت فاهم. شوشه ايه بتحسسني ان انا رقاصه؟ خلاص بلاش دي. استاذه شيماء الشاذلي الكمانجيه العظيم. انت بتتريق. بتتريق على الكمان صح؟ لا والله انا متاكد من ده. المهم فكك من الموضوع ده. ايه اخبار ساره؟ عامله ايه في الكليه؟ كويسه. مش عارف حاسه انها متغيره شويه. يمكن بتحب؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا. ساره لسه عيله صغيره ما تفهمش في الكلام ده. عيله صغيره ايه؟ ده عندها 20 سنه. ايوه بس صغيره برضو. ايه 20 يعني؟ 20 دي انا كنت مقفل فيها جيم سودوكو بحالي. ده انت ساره. لا بس انا بهزر معاكي بندردش يعني. بقول لك ايه؟ بطل رخامه وقوم وصلني. يلا بينا يا شوشه. يلا. مروان مروان استنى. انا اسفه انا اسفه والله مروان. خلاص مش هعمل كده تاني. خلاص يا ساره ما انت كل مره بتعملي كده يا ساره. يا مروان طب انا ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي. ممكن تبطل تزعلي قدام صحابك؟ شكلي بيبقى زي الزفت. لما تهدي تعالي كده شويه هبقى عاملك معامله غير كده. ما انت سايبني طول النهار وقاعد مع صحابك البنات دول. برضه هتقولي صحابك البنات؟ امال انت بتبقى بتعمل ايه؟ ما انا شايفاك بعيني وانت قاعد عمال تهزر معاهم. ببقى قاعد معاهم وشغال. ده شغلي يا مروان. قاعد تهزر معاهم وبتهزروا بالايد على فكره. يا دي النيله يا بنتي انا بعاملك معامله غيرهم عشان كده مش عايزك تبقي زيهم. بجد يا مروان شايفني مختلفه عنهم؟ يلا عشان اوصلك للبيت. طيب ممكن اطلب منك طلب تاني؟ اتفضلي. ممكن لو سمحت لما اكلمك بالليل اطمن عليك ترد عليا؟ ان شاء الله. انت كل مره بتقول لي ان شاء الله مش بترد. ببقى في بروفا. هي في بروفا بتقعد لحد الساعه 2؟ عادي ما البروفا بتتاخر وبعدين ببقى شغال مش مسرح. طيب ممكن بس تبقى ترد عليا اطمن عليك؟ ولو انت مشغول والله هقفل على طول. هحاول. يلا. حلو قوي. نرفع راسنا فوق. جامد. كويس ان ساره ما شفتكيش معايا النهارده في الكليه. انت عملت ايه مع الواد اللي ما اتسماش ده؟ اسمه مروان. رحت له النهارده واتكلمت معاه. اوبا وقلت له ايه؟ مفيش. لقيته تنح كده بعد ما اتكلمت معاه بعقل وبهداوه. رحت كشمت له قدام الجامعه. انت بتصور وانا بتكلم؟ استنى. ما طبيعي طبعا. وكمان هو ده اسلوب التعامل مع مروان. مش صح ان انت تزعقي له ابدا. على فكره ساره عيله صغيره وهو كده بيضحك عليها. وهي عشان عيله صغيره مش هتفهم اللي انت بتعمليه. بس هي مستاهل يضحك عليها. وانا مش حابه ان هو يضحك على اختي. يا حبيبي مش موضوع ان هو يضحك على اختك. بس ساره مش تفهم الموضوع ده. انا بقدر ان انت اختها وخايفه عليها بس في كذا حل ممكن ناخده غير ده. يا هادي الواد عيل صغير وبعدين هو اصلا فاشل وكل الدكاتره مش بتشكر فيه بيقولوا عليه ان هو فاشل. بصي انا ما يهمنيش الولد ده. انا اللي يهمني ساره. ما ينفعش نخسرها. تصدق عندك حق. اقول لك على حاجه احسن. انا هريحك. انا هتكلم مع الولد ده. طيب وخليه ينسى موضوع ساره ده خالص. روح واتكلم معي. بس على فكره لازم تاخد بالك كويس قوي. الواد ده مش سهل. انت عارف ايه اللي خلاني اصلا اروح له وبهدله في الجامعه؟ ايه؟ كل زمايلها بيقولوا ان هي مدلوقه عليه وبتجري وراه وهو بيهزقها قدامهم اصلا مش فارق معايا.
مش مشكله بقى يهزقها يكعبرها، انا كده كده هتكلم معاه. المهم ان ساره ما نخسرهاش ابدا، والقصه دي هتخلينا نخسرك. طب يلا عشان توصلني زي كده بقى، يلا بينا يا شوشو. يلا انت ايه يا ابني الكاركتر اللي انت كنت عامله النهارده؟ انا قلت لك اعمل كده. مش انت طلبت مني كاركتر عملتهولك؟ هو ده الكاركتر اللي انا قلت لك اعمله في البروفا؟ ايوه. مروان قابل يا عم صاحبتك جد. مروان بربا ايه؟ بربا امشي يا صعدون، صعدون امشي. طيب حاضر انا همشي. يا ابني ما مشيتش ليه يا ابني؟ امشي يا صعدون امشي وانا هاجي لك على القهوه. طيب حاضر يلا. ممكن بقى نتكلم مع بعض دقيقه؟ مفيش بينا كلام. انا عملت لك ايه بس يزعلك مني دلوقتي؟ ما عملتيش. طب سبتني فجاه ليه؟ روح اسال اختك شيماء، هي مالها ومالك؟ شفتها فين اصلا ولا عملت لك ايه؟ اختك جت الكليه ودخلت لي البروفا وزعقت لي قدام كل الناس حتى سعدون. ليه هي تعمل كده ليه اصلا؟ لو مش مصدقاني روح اساليها. مش قصدي والله، بس مش فاهمه هي تعمل كده ليه. روح اتصافي انت واختك. طيب ممكن بس نقعد في مكان افهم منك ايه اللي حصل؟ معلش والله اخاف، احسن خطيب اختك يجي يضربني ولا حاجه. هادي؟ هي جات لك كمان وجايبه معاها هادي؟ لا يا ريت، ده كل واحد جه لوحده، هي زعقت لي قدام الناس وهو جه يتخانق معايا قدام الناس. طيب حقك عليا، انا هعرف اوقفهم عند حدهم، بس ممكن ما تاخدنيش بذنب حد. بصي يا بنت الناس، انا من ساعه ما عرفتك وانت ما بيجيش وراك غير المشاكل. يا سعدون انا واقف ورا الشجر بسمعكوا. تعال. انت مين بقى اللي اداكي الحق ان انت تتدخلي في حياتي؟ براحه كده وفهميني في ايه. لا انت عارفه كويس قوي انت عملتي ايه. انا ما عملتش حاجه. لا عملتي انت وخطيبك. انا خايفه عليكي يا ست. انا مش عايزه اخوفك ده، بس انا لازم اخاف عليكي عشان انا اختك الكبيره بمزاجك او غصب عنك. انا مش عيله صغيره عشان تعملي عليا الحبتين دول. وعشان انت مش صغيره فانت لازم تسمعي كلامي. كل تصرف بيتحسب عليكي يا هانم. وبعدين الجربوع ده ما فتحنيش في الموضوع ليه؟ هو انت اصلا اديتي له فرصه يتكلم ولا يفتح بقه؟ يا عبيطه انا خايفه عليكي، افهمي انا اختك الكبيره. وبعدين لما اتكلمت معاه في الموضوع ده يقول لي خليها تبعد عني، هي اللي بتجري ورايا، هي اللي بتتحايل عليا. كذب، مروان مستحيل يقول عليا كده. يا ماما انا عمري ما اكره لك الخير، انا بحبك وانا اختك. وبعدين انا مش فاهمه هو ليه بيعمل كده. وايه اللي يخلي هادي يتكلم معاه؟ هادي ده يتكلم بصفته مين؟ بصفته خطيب اختك، ده اولا. ثانيا هادي كان مفكر اللي ما بينك وما بينه اكبر من كده بكتير، مصيبه يعني. لكن الجربوع ده مسك في خناقه اول ما رحنا اتكلمنا معاه. لا مروان مش بتاع خناق. امال بتاع ايه؟ فالح يلم البنات حواليه في الكليه ويزعلك قدامهم ويطردك؟ اللي بتقوليه ده ما حصلش. مين اللي قالك الكلام ده؟ كدابه وستين كدابه. حصل، حصل قدام زمايلك في الكليه. انت عارفه ليه بيعمل كده؟ عشان انت اللي رخصتي نفسك. مروان بيحبني. والله؟ ولما البيبي بيحبك ما جاش يتقدم لك ليه؟ عشان انت كرهتي فيا انت وخطيبك. خلاص اتفضلي كلميه، خليه يجي ويطلبك، احنا بابنا مفتوح له في اي وقت. مش هكلم حد. هو انت فاكره ان انت هتمشي حياتي بمزاجك؟ بقول لك ايه، انا هعرفك كويس قوي ما تتدخليش في حياتي بعد كده، لا انت ولا خطيبك. لما في يوم من الايام تصحي من النوم تلاقيني لما هدومي وما تعرفي ليش طريق، هتعرفي بعد كده ما تتدخليش في حياتي. ساره انت يا زفته. اللي بيتفرج على السكتش واعصابه باظت وتنشن زينا كده يقول لنا ويحكي لنا. طبعا حبه دراما زياده بس. بس هو الزعيق كان جامد قوي كده، تدخل الاهل او الاقارب والاصدقاء في حياه مثلا اتنين مرتبطين مشكله طبعا كبيره صح. المفروض بس بالحاله اللي شفناها ممكن مو كبيرة صح اللي سوتها. لا بقول بالحاله اللي واحد ماسك بسمعت اخته وماشي وماشي وراه وعم بهينه قدام العالم. يعني واحد انا بتخيل حالي اذا حدا عم يعمل هيك باختي انا ما بعرف. بالنصيحة ولا بالطريقة ولا يعني الواحد المفروض يتعامل ازاي؟ لا طبعا الطريقة اللي سوتها هي انا اشوفها مع الشخصية هي اللي عنيفة. سوتها يعني غير مقبولة. اول شيء راح تخلي اختها تعاند اكثر. يعني ما راح تسمع كلامها حتى لو هي مقتنعة وعرفت ان هذاك يتكلم عليها او اي شيء، يعني بالاسلوب هذا ما راح تسمع كلامها. بس يعني هي ما رجعت لها اساسا. هي ما رجعت له اساسا، بس هي عرفت من لما هو لما هي راحت له، فبالتالي عرفت هو ايش سوى. ف
كأنك يا زيد ما غزيت يعني هي ما رح تسمع كلامه. يلا بلكي بتوعى تاني يوم وبتستوعب هذا الموضوع، بتكون هي هلا حاليا معصبة لأنه ما في بنت بالعالم بالنهاية ما حتستوعب على حالة إذا هي مرخصة من، ما بدي أقول مرخصة من حالة، بس بيكون في أوقات في حالات معينة مع مية، ونحن كلياتنا بنمر بهي التجربة نوعا ما يعني. ايه بس هي وصلت مرحله انه حتى مدى تصدق اختها انه بدها تقولها هو حكى عليك حتى من هاني رحت سالتها يقولها لا مستحيل هو يحكي علي، فلانه الاسلوب مثل ما قالت مها انه خلاها تعاند اكثر. ايوه ده هي دي الحته اللي ازاي تتعامل مع حد من غير ما تخليه يعاند اكثر في قراره. يعني دايما الاخ الاخت لما بيتكلموا هي كلنا بيبقى قلبنا على اخواتنا وكلنا، بس ممكن الطريقه نفسها توصل للبني ادم انه حتى لو انت اقرب الناس ليا انا هعاند بقى. ايوه حتى لو انت صح انا راح اعاندك. بلكي طيب. طب نحن يعني فتنا دغري، طب بلكي الاخت حكياني مره واثنين وثلاثه ووصلت لمرحله انه هذا الشيء لا كان يوضح بقى في السكتش اللي كانوا. يلا طيب تعالوا نشوف الجزء الثاني ونرجع نكمل معكم مشوارنا. سارة مش عايزه تسامحني، ما تعرفش ان انا عملت كل ده علشان بحبها، ده انا وصلت بيا لدرجه ان انا رحت له مرتين وقعدت اتحايل عليه عشان يوافق عليها ويتجوزها. قلت له يا سيدي انت لو عايزها بجد تعال تقدم لها وانا هوافق عليك بظروفك حتى لو كانت وحشه وهستحملك، بس ما اعرفش ده رفض تقريبا، هو ما صدق انه يبعد عنها. ايوه رحت له عشان ما اخسرهاش، كان لازم اعمل كده، كان لازم تفهم اني بحبها وعايزه مصلحتها. لا هي لما سمعت اختها كيف تتكلم طريقه انه انا احبها وانا بالاسلوب هذا يعني. هنا لا خلاص حست انه اختها كلامها صح. ما هي العصبيه بقى، الواحد ساعات بيبقى من كتر ما عايز يدافع عن حق او ما هو بيغلي الواحد فعلا، وخصوصا لما بتجي المواضيع للاهل. أكيد. واذا واحده مثلا اختي اصغر من انا، اختي الصغيره يعني هي بعيده عني بصراحه، اذا بعرف انه مثلا صاير معها شيء او بحس انه صاير معها شيء او دغري ما باللا شعور اني انا عن جد بغلي، واوقات بحكي معها بطريقه انه انت هبله انت ما بتفهمي انت، بس انا طبعا هذا الشيء مو بس بيعود لانه واحد بحياتها لا، بس انه بشكل عام يعني اذا كان مع صديق او صديقه او 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 دائما من يكون اكو اخوان اكبر يصير هم محامي الدفاع، يعني هو ياخذ هاي الشخصيه انه اللي صح. اصغر مني انا مسؤول عنه. ف صح. يعني انا مثلا عندي اختين اكبر مني، حتى اذا اسلوبهم بالنصيحه ممكن مرات بعصبيه او انه ما عجبني او اريد اعاند، بس لا انا اعرف ان هم مصلحتي اولا، يعني بالنهايه احنا عائله واحده فما راح يقولون شيء حتى اذا بعصبيه انه هو ممكن يضرني. فانت الواحد من يعطيك نصيحه المفروض تشوفها بالطريقه الايجابيه حتى اذا صح. هو اسلوبه مو زين. ما شاء الله عقله ناس صغيره دي بتبقى لا. مين ترتيبه ايه في الاخوات؟ الاخير الرابعه. أنا الأخيرة برضو يعني الرابعة ولا؟ رابعة لا بعد في عندي أختي أصغر أوكي. مني. أوكي وأنتي؟ أنا في الوسط. أنا الثاني. الوسط مظلومين دائماً. لا الحمد لله أنا ماني مظلومة. لأني بنت الوحيدة. بنت الوحيدة ما عندك أخت. أو البنت الوحيدة بتتدلع جداً والولد الوحيد بيتدلع جداً فعلاً. إيه يعني إذا خصيصاً إذا الولد أول واحد بعدين وراء بنات تحس إنه هو عنده مكانة خاصة عند الأم. إيه صح. الولد الأول دائماً. الولد الأول والوحيد. حتى لو ما كان وحيد الولد الشيء. الأول أحس دائماً عند الأم يكون له مكانة ثانية. وحتى البنات إذا أكو بس بنية واحدة بالعائلة طبعاً تصير البرنسس اللي دلعوها. بس هي أشهر واحدة إنه الصغيرة هي ال. أنا عندي بالنسبة لي عنا هيك بالانس حلو، أنا عندي ثلاث شباب أخوة شباب أكبر مني، بعدين بيجي أنا، بعدين أختي الصغيرة أصغر مني، فعنا هيك تناوب الريسبونسبيلتيز. عنا أخي الكبير هو بيحس إنه هو مسؤول عن الكل. مو بس يعني نحن عن الشباب اللي بعده وعن نحن الصغار.
كان في فيلم بتاع فاتن حمامه قديم شويه، ما اعرفش كان اسمه امبراطوريه مين. الفيلم ده كان اخوات كتير وعملوا انتخابات في البيت والكلام ده، كانت الفكره يعني حلوه جدا، عجبتني قوي بشكل كبير، انه بتشوفي بقى ازاي الاخ الكبير والصغير والاخوات وهيعملوا انتخابات في البيت. في البيت دايما تقسيم برضو المهام، بتكون فرصه للتنشئه الصحيحه، حد بيبقى مسؤول الكهرباء، حد مسؤول عن المطبخ، حد مسؤول عن ودائما تحس انه بحالات الطوارئ انه انت اكو شخص معين بالعائله ممكن تلجا له. يعني انا مستحيل اتصل على ماما اذا كانت باي حاله طارئه، لانه ماما راح تنهار عصبيا او راح تبكي او راح تخاف، فما الجا للام، لانه طبعا هي تكون الانسان اللي كلش حنون بالعائله، فما راح تفكر بالحل السريع. عاطفيه الاب، الاب ممكن يخاف همين ويعصب من الموضوع، بس همين متملك عقلاني، عقلاني اكثر. بس الخوات طبعا هم الاوبشن الاول بالنسبه لي، يعني اذا صار لي اي شيء لا سمح الله اول شيء اتصل عليه هو اختي الكبيره، او الثانيه الاوبشن الثاني. مقسمه الاوبشنز عندها يعني بالترتيب، راجل مين في لا دي كنسلها دلوقتي، حطهم سبيد دايل بسرعه. احنا مكملين معاكم مواضيع مختلفه. هلا عندنا اخبار ما حكيناهاش النهارده. انا كان عندي خبر عن الكاتبه المعروفه احلام مستغني، اكيد كلكم سمعتوا بيها. كتبها طبعا كلش معروفه، دائما قصص حب واشياء والاسود يليق بك وهذولا. فسوت مثل لقاء بفرنسا بمكتبة، انه ساعة مع احلام مستغني مثلا توقع تحكي ويا الناس اللي يريدون يتعرفون عليها. بس كان عندها شوية تصريحات انه هي ده تقول اذا الكتب مالتي ما تعرضت للتزوير او ما انتشرت بهذا الشكل الغلط بالعالم العربي كان هي من اغنى الكتاب بالعالم. يعني هي ده تقول انه الكتب مالتي حتى ورا الترجمة للغات متعددة انه من دي يبيعوها مثلا بالدول العربية ده تخسر قيمتها، ده يصير تزوير بالموضوع، ده يضيع حق الكاتب. يعني هي ده تحس هذا الشيء خاصة بالوطن العربي، فده تقول انه اذا كان الموضوع بانتظام اكثر او ما صار هذا التزوير، ما صارت هاي الاشياء، كان هي من اغنى الكتاب حتى بوجود الكوبي رايتس. وهي طبعا لانه موضوع الترجمة طبعا هذا غير شيء، يعني اذا هي ده تكتب بالعربي وده يترجموه للفرنسي، حتى بفرنسا مرات تضيع الاشياء اللي هي كانت تقصدها، ويصير موضوع التزوير انه مثلا الكاتب يروح حقه بالكتاب اللي ده ينباع. ف هي ممكن واجهت مشاكل بهذا الموضوع، بس طبعا ما نقدر ننكر ان هي من اكثر الكتاب المعروفين بالعالم العربي. لا بس هي الحقوق الفكريه والكلام ده لازم يبقى فيه صرامه اكثر في الدول العربيه طبعاً. لازم بنشوف هنا الامارات بلدنا الحبيب بتطبق بشكل كبير اي يعني الحق الفكري ده، وده انسان تعب تيجي تاخده بسهوله، تعمل مجلد تصويري وتبيعه وبيضيع حقها. حتى هي كانت تقول بالتصريح انه مثلا اختارت اللغه العربيه لانه هي حست انه العرب ممكن هم اقرب لها انه يفتهمون هي شنو تقصد بالقصه، يفتهمون او عاشوا التجربه اللي هي تكتب عنها. وقالت انه انا ما لجأت للغه الفرنسيه لانه ما حسيت انه الناس اللي بفرنسا لا انه ممكن يهتمون مثلا بكتابي، انه ما حد راح يقرا. بعدين ورا الترجمه اكتشفت انه لا اكو ناس بفرنسا كلش مهتمين بالكتب مالتها، فهي ممكن تزعل انه انا فضلت اللغه العربيه وده يصير هيك بالكتب مالتي بالعالم العربي. لا اي حد بيروح حقه في اي حاجه في الحياه طبعا هيحس بتعب، هيحس نتمنى دايما نراعي الحقوق الفكريه ونراعي دايما الحق للناس عشان بتلف وترجع. يعني الدنيا اللي بتعمله لازم يرجع لك. دي من مواضيعنا اللي ليها علاقة بالثقافة. نقدر نقول عندنا أي مواضيع تانية؟ مهمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أعلن أنه تم إنفاق 1.8 مليار درهم على المبادرات والبرامج الإنسانية اللي هو دا يسويها طبعا دائما من زمان، يعني يسوي هاي الأشياء. فطبعا وصل هذا المبلغ أنه هم دا يسوون التطوعات والبرامج الإنسانية والأعمال الخيرية ب 2017 وصل 1.8 مليار درهم. طبعا مبلغ كلش كبير وشيء كلش حلو. من مهما تكلمنا كلامنا مش هيكفي بلد الخير طبعاً. بلدنا الحبيب الامارات هي كلها بينهم عن الشعب والحكومه، وكل ما بنشوف في وجوههم اصلا الناس، يعني حتى اللي عايشين هنا من يشوفون انه القائد مالتنا هيك دي بادر ودي يسوي، وهذا الشيء يزرع يعني بداخلنا انه احنا الرغبه انه نصير مثله او نسوي مثله، يعني دي يشجع بالنهايه الناس انه مجالات كتير بنتكلم فيها يوميا في موعدنا شباب. بننتقل من الرياضة للفن وللتكنولوجي للتطبيقات للثقافة لأخبار من بلدنا العربية المختلفة، السعودية، الإمارات، تونس، مصر. كأس العالم ابتدينا خلاص أقل من كم يوم يعني عشان نخش على كأس العالم. 14 خميس الافتتاح ولا الجمعة؟
طب جمعة كانوا عم يقولوا جمعة 14 الخميس أربعتاش. الخميس مباراة السعودية 14 هو يوم 14 خميس الثاني يوم مصر وأوروغواي عشان كنا عم نحكي عن مصر فيعني نتمول عيد كمان داخل فاحنا هنكون معاكم في الفقرات اللي جايه والحلقات اللي جايه بتروحوا فين تيجوا منين تعملوا ايه فعاليات طب انت مسافر ما خبرتنا نحن بنعرف انه انت رايح على يوم الخميس يوم الخميس من البرنامج للمباراه معناها اول مباراه انت حتحضرها لمصر بكاس العالم حتكون انت موجود فيها كيف شو الاحساس انت لازم تعمل لنا لايف على فكره من اكيد من جد لازم طيب انا احكي لكم كل حاجه بكره طبعا بالتفصيل عن سفريتي هنسيبكم دلوقتي نشوفكم بأحسن حال بكرة نتمنى لكم سهرة سعيدة مع السلامة باي 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 باي